يجب أن نتعاون كلنا أيها الإخوة لتعميق قضية الحجاب، وأنه جزء من دين المرأة. الحجاب ليس موروث وليس عادة وليس تقاليد. بعض الناس يقول مع مراعاة التقاليد والعادات، لا، الحجاب دين. آية الحجاب في القرآن مثل آية الصلاة، وأول من ألزم بالحجاب نساء النبي وبناته قبل المؤمنات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لو أن أحدا سيعفى من الحجاب لتوفر الثقة فيه لكان أول من يعفى نساء النبي وبناته صلى الله عليه وسلم، ومع هذا بدأ الله بهم. لأن بعض النساء تقول أنا والله الحمد لله طاهرة، ولو أمشي بين الطوابير الحجاب في قلبي ما هو في وجهي. والله يقول للنساء وللصحابة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ليش؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. من قلوبكم؟ الصحابة. من قلوبهن؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم. أفيليق الواحد يجي بعدين يقول قلبي طاهر، ولا تقول قلبها طاهر ولو ما تحجبت؟ والله لو قلبها طاهر لاستجابت لأمر الله، ولو قلبه طاهر لألزم زوجته بحجاب الله لها.